قال لك قال قال لك كاين استقالات. واحد جا قال لك الدوله خصها تجي تقول لنا هذا الحزب ما صالحش لهذه الدوله ودير تصريح رسمي. كيفاش؟ وهذه ما عمرني ما شفتها. واش بغيتي غير الدوله دير لك هذا التصريح؟ ودير راسك دارت لك هذه الدوله وسير لداركم. اولا بين الرجله ديالك ودير انت شي حاجه اخرى. واش كاين شي واحد تيقول هذا الكلام؟ ثم الدوله نفرض انها ما بغاتكش غادير لك التصريح. الدوله عندها الاخوان اساليب مختلفه باش كتصرف وباش كتصيفط الاشارات وباش كتصيفط فهمتي ولا لا. انا واحد النهار لقيت في الكتاب ديال الدكتوراه ديال جلاله الملك محمد السادس ذكرني بالاسم دار بي وقال لهم زعما باللي هذا تيار مضوي كذا الى اخره الى اخره الى اخره. وجا عندي واحد الصحفي قال لي الملك لا يحبكم. قلت له عنده الحق. قال لي علاش؟ قلت له لانه ما كيعرفناش. ديك الساعات باقي ما دخلناش للحكومه باقي ما عمرني تلاقيت انا مع الملك الا هذاك ديك الساعات اللي كنت نائب برلماني اللي داز قدامنا في شي حاجه كنسلموا عليه. قلت النهار اللي غادي يعرفنا سيحبنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. وفعلا هذا الذي وقع. هذا بغير فهموني شنو بغيتيو. الدولة ديالكم تقول لي فيها الفساد فيها هادشي راه عارفين هو اللي كنقولو هو اللي كنقولو ولكن باش غيتصلح كيفاش؟ بغيتو يصلحوا لكم الطريق ويديروا لكم لوطروط يقول لكم عليه يلا زيدوا وخلص. لا قال لك كأس إفريقيا وكأس العالم لاش كيصلح؟ دابا الإخوان هاد الشيء سميتو السياسة. السياسة راه ماشي هي شنو كيعجبها بالإله من كيران. أنا ما كنديها في الكرة كاع. حاجة واحدة كيعجبني نسمع المغرب ربح. وتيعجبوني البيوت نشوفهم لا كانوا شي بيوت زوينين. غير خلاصة دقيقة ولا جوج بركة. هادشي اللي تيعجبني في الكرة. ولكن واش ما كتشوفوش ملي كينجح ملي كينجح المغرب اش تيوقع في الشارع؟ الاخوان اليوم كاينه السياسه والناس اللي كيحكموا كيديروا السياسه اللي كيتصوروها الصواب. لا كان عندكم شي مقترح سياسي اخر احسن من هذا الشيء قولوه. تبغيو نخرجوا شي بيان نقولوا حنا ضد تنظيم المغرب للكاس ديال 2030؟ علاش؟ راه كاين ما يتقال الفلوس ونديروا بهم ونديروا بهم ونديروا بهم. هذه سياسه. وهذه السياسه هاد الناس هادو شادين بها الامور وغادين بها. وانسان بحال السي مرسي رحمه الله جا بقى عام في الحكم ومشى في حالته. باش تعرفوا شنو هي السياسه. انتوما دابا في حزب سياسي من الاول وانا نقول لكم راه ما تندير لكمش موعظه. انتوما كيخصكم تلتزموا بواحد المنطق. ولكن المجتمع غدا الا كنا في الحكومه وجاو قالوا لي يا سي كيران انت خصنا مليار ديال الدرهم باش نوجدوا سميتو غنعطيها لهم غنهضر ما نتكلم حيت هكذا السياسه. النهار اللي كانت شي حاجه ديال حقوق الانسان في مراكش جات لعندي واحد الهيئه حقوقيه وكذا الى اخره وقالوا لي تيخصنا الفلوس باش نستقبل الناس وداك الشيء وانا عارف هذوك الفلوس اش غيدار بهم الى اخره ومع ذلك عطيتهم الى باقي كنتذكر 12 مليون ديال الدرهم. نقول لهم ما نعطيكمش الفلوس لانه كتمشوا بهم للوطيلات وما عرفتش غديروا بهم ولا تشربوا بهم ولا ما عرفتش شنو. هذه سياسه الاخوان ما غيتسماش داك الشيء غيتسمى انني انا ضد حقوق الانسان. اليوم واش تقدر تقول بلي انت ضد حقوق الانسان؟ وانا ماشي ضد حقوق الانسان ولكن انا ضد حقوق الانسان في اطار المرجعيه ديال الامه. وهذا الشيء كنقولوا بانت لكم شي حاجه احسن من هذا الشيء قولوها. ثم
هو واحد السؤال غريب، قال لك هل الحكومة راضية عن وزير العدل؟ وعلاش اخويا ما توجهش هذا السؤال لرئيس الحكومه؟